بتتذكروا بهيدا الشهر شو بصير فينا؟ تحديداً نحن اللبنانيين؟ تعالوا نتذكر. أي ما تتعجبوا، وصلنا نستعمل الشخطورة ما بنتعطل أبداً، منلاقي الحل دغري، بس إنه مش مضطرين نوصل لهم. وينية الدولة؟ فعلاً وينية؟ جملتنا المعهودة يلي منكررها مع كل مصيبة، بس بنفس الوقت وين نحنا؟ شوفوا بموسم الفول والبازيلا وأناني البيرة شو حلوين لما بيطايروا من شباك السيارة على أنغام الأغاني الدارجة بالربيع وبزينوا طرقاتنا النظيفة. مش بس طرقاتنا، شوفوا غابتنا الخضرة. بدك تطلع انت والعائلة تتغدوا وتتنزهوا بالطبيعة؟ إذا بدكم تروحوا وتتسبحوا ببحرنا الأزرق مش غلط. إيه لا، لا أخضر ولا أزرق بقالنا، صاروا كلهم لون واحد. الوضع يلي وصلنا له اليوم جزء منه، ما تزعلوا مني، حق علينا. علينا مسؤولية نحافظ على أرضنا، على أولادنا، على وطننا. مسؤوليتنا نعلم أطفالنا يحبوا ويحافظوا على بلادهم، هيك بيكبروا فيه وبيكبر فيهم. ما هيك؟ انتو شو رأيكم؟